وللأسف الشديد الإحصائيات التي تعلن كمان قلتم 103 شخص هي إحصائيات بسيطة، لكن لأنه الأشخاص العاديين الذي تم اغتيالهم لا يسجلوا ضمن، إنما يسجل مثلا علماء، الناشطين، الصحفيين، ضباط الأمن، ولكن هناك أيضا ناشطين سياسيين صغار قد يكونوا في بعض الحارات والمناطق في عدن تم اغتيالهم. العدد هو مئات الأشخاص، ربما تقريبا في 2018 تحدثت بعض المصادر أنه تجاوز 500 شخص من اغتيلوا في عدن ولحج والضالع والمناطق التي حولها. يعني أنا كان لدي كشف في 2017 ب 94 شخصية، يعني عامة من الشخصيات الكبيرة، وربما العدد الآن يكون ضعف هذا العدد من شخصيات عامة بارزة من الناشطين السياسيين.